بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم مع هذا اللقاء الجديد. أسباب جرثومة المعدة. في بداية الأمر في أوائل الثمانينات كان يعتقد أن التكدس السكاني والتلوث المحيط بالجو هو واحد من أهم أسباب جرثومة المعدة، وانتقلنا بعد ذلك من التلوث البيئي إلى التلوث الطعام، وإن كان له دور ولكن ليس فقط هذا الدور الرئيسي في هذا الموضوع. ما هو الدور الرئيسي والسبب الرئيسي في هذا الابتلاء في جرثومة المعدة؟ هو حمض المعدة. المعدة لها حمض قوي جدا، يعني حارق، درجته 1، من 1 إلى 3، وهذه الدرجة يعني تعرفوا مية النار، زي مية النار، حارقة جدا. طب كيف حارقة جدا وإحنا بنستحملها؟ بنستحملها ليش؟ لأنه إحنا بدنا نأكل اللقيمة، هذه فيها بروتينات على كربوهيدرات على دهون على كل أنواع المغذيات الكبيرة والصغيرة في لقمة واحدة، واللقمة يلوها لقمة ويلوها لقمة، وبالتالي هناك كم من الأكل مخلوط في بعضه، ويجب أن تعمل هذه المعدة عجينة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وتستخلص بعد ذلك البروتينات منها لكي تهضمها بشكل رئيسي، لأنها هي مسؤولة على هضم هذه البروتينات. إذن تحتاج إلى حمض قوي جدا. وجود هذا الحمض القوي جدا بعد ما يعمل هذه القدرة في عجن هذه المغذيات مع بعضها البعض واستخلاص ما يخصها البروتين، له وظائف أخرى مثل قتل البكتيريا. بافتراضية أن هناك تلوث، نعم هناك تلوث، كلامهم صحيح بس مش عارفين يعبروا صح. في تلوث في هذه الأجبان، في هذه المأكولات، في الطبق، تمام، تقتله. مين اللي يقتله؟ مضاد حيوي؟ لا، الحمض. ويعزز إنزيم اسمه البيبسين، يسرع من عملية هضم البروتينات، تمام، ويعزز البكتيريا الطبيعية، وله وظائف عديدة. خلينا نركز على الثلاثة هذول. قتل، شوفوا، مش والله بده يسكنها، لا، يقتلها، ينهيها. ويعزز إنزيم البيبسين عشان تمشي الأمور بسرعة، لأنه فيه كمان لقيمات جاية بالطريق، تمام. تخيلوا الآن هذا الحمض القوي جدا، مية النار هذه بطلت تصير قوي جدا، ارتفعت صارت 4 5، هي حمض لكن ضعيف. هل يستطيع القيام بمهام الحمض القوي؟ ولا يمكن. طب ايش بده يصير في المعدة؟ اختل توازنها. هلا الدماغ المستقبل للأوامر والمرسل لها شايف شيء غريب، يعني أنا إيش أتصرف الآن؟ أنا الصمام المريء لازم أغلقه، وصمام اللي بروح على 12 والمرارة لازم أفتحه عشان تكمل مسارها اللقمة الغذائية. مع اللخمة اللي صارت اختلفت الأمور، راح انفتح الصمام مين؟ العلوي، وهذا اللي حضرتكم بتقول عنه ارتجاع مريئي. شفتوا كيف؟ وتشعرون بالحموضة، طبعا هي حموضة خفيفة، لكن في وسط
المريء هذا وسط قاعدة إجاله حمض، فطبعا يزعجني ويزعج المريء ويزعج وظائف المريء، وبتبطل الأمور تسلك كما يجب أو كما كانت. طبعا هذا الكلام أول شغلة بيصير حالة الغثيان. شفتوا ليش غثيان؟ حالة الشعور بالتقيؤ. عرفتوا ليش؟ لأنه في شغلات ملخبطة مع بعض، متداخلة مع بعض، غير متجانسة، غير متناغمة. فعد أنا بدي أرتاح منها، وكثر من الناس يفعلون التقيؤ الاصطناعي، يضع أصابعه في فمه ويتقيأ ويقول ياه ارتحت. كلامه صحيح، هو ارتاح. ليش؟ لأنه الحاجز هذا أو تمركز هذه الأطعمة اللي مش عارفة وين تروح، كان لها مسار وأغلق ومش لاقي إلا ترجع مرور آخر، تخلص منها، لكن سرعان ما يأكل وتعود الكرة من جديد. إذن هذه هنا الجرثومة، مين بده يقتلها؟ ولا حد. فعاد طبعا هي زي ما حكيت سابقا، قلنا هاي جرام نيجاتيف، هاي سالبية الجرام، قوية عنيدة مقاومة وتسيطر على الوضع، ويصبح لها الكلمة الأولى وليس للحمض، وتبدأ مسيرة مين؟ المرض. السؤال يطرح نفسه، طب هو الحمض كان ما شاء الله عليه وقوي جدا، وإيش اللي خلاه يضعف؟ إيش اللي خلى المنظومة هاي تختل أو يختل توازنها؟ بالطبع هنا العادات والتقاليد التغذوية لعبت دور كبير جدا جدا جدا. ماذا تناول؟ هل تناول أطعمة فاسدة؟ هذا احتمال. هل تناول اللحوم المصنعة؟ وما أدرانا ما اللحوم المصنعة والطرق تصنيعها، وهي يعني الملوثات الموجودة فيها من مواد يقولون عنها مواد حافظة، وهي المواد السامة، تمام؟ وكثير من الأمور، الوجبات السريعة طبعا، الزيوت المهدرجة، كم السكريات التي نتناول كل يوم. فكل هذه الأمور لعبت دور كبير جدا في إيش؟ في اختلال حمض المعدة، وبدلا أن يكون قوي جدا ليقوم بمهامه طبعا صار ضعف، وبالتالي هذه المهام ما في حدا يقوم فيها، وبدأت مشكلة جرثومة المعدة. إذن هل من المعقول بعد هذا أن مجرد مضاد حيوي يستطيع إعادة توازن وإعادة الحمض المعدة بقوته؟ هل اعتقادنا أنه كما قلت أن النظام الغذائي إن تصحح ووضعناه في المسار الصحيح يستطيع أن يعيد حمض المعدة إلى قوته؟ ما يعرف في المثبطات البروتون، إيش حكايتها هذه اللي بقول لك أنا ما برتاح إلا لما أتناولها؟ هاي على طول دائما في الجيبة، مثبطات البروتون طبعا، هذه اللي الناس بكيفوا عليها وبقول لك يا ارتحت، راح الغثيان، راح بتريحني بعد الأكل، وهذه بتعمل نوع من المعادلة لمين؟ لحمض المعدة. السؤال، هل نحن نحتاج إلى من يعادل حمض المعدة؟ يعادله مع مين؟ هذا السؤال مهم. إحنا لازم نفهم الأسباب، لأنه دون علاج الأسباب لن يكون هناك علاج لجرثومة المعدة. إذن واضح جدا أنه يجب أن نأكل بوعي،
وأنا سبق وتكلمنا بسلسلة بهذا العنوان، كيف نأكل بوعي وتناغم الأصناف مع بعضها البعض. ارجعوا لها، شوفوا أي السلسلة، وإن شاء الله في اللقاء القادم سنتكلم عن الأعراض بشكل مستفيض حتى نفرق ما بين أعراض جرثومة المعدة وأعراض أخرى شبيهة قد تكون مشكلة في الاثنى عشر وليس في المعدة، قد تكون مشكلة في المرارة وليس المعدة، قد تكون مشكلة في القولون وليس المعدة. كيف نفرق بينهما حتى ذلك الوقت؟ نتمنى لكم دوما دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.